في أخبارها الرياضية، يستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض وديتين يومي 7 و10 من سبتمبر أمام السعودية في إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 من نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ومن المقرر إقامة المباراة الأولى في 8 مساء باستاد السويس، فيما تقام المباراة الثانية في 8 مساء باستاد السلام.